فينا ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إلى أين تمضي بنا الحياة؟ سؤال ليس كسؤال الآخرين هي الدنيا راح على فين؟ لا 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 لا، وإنما سؤالي أنت قلبك رايح على فين؟ بيعمل ايه؟ حاله ايه في الوضع اللي احنا عايشينه ده؟
والمآسي اللي بنسمع عنها كل يوم دي، انت رايح على فين؟ بتعمل ايه؟ ايه تأثير الحاصل ده في قلبك وفي مسيرة حياتك وفي خط سيرك الى الله والى الجنة؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اسمعوا الآيات دي أنا وأنا بقول خطبة الحاجة، خطبة الحاجة اللي هي المقدمة اللي انتوا سمعتوها دي، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها خطبة الحاجة. خطبة سبحان الله كأني بقولها أول مرة. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أنا عايز أقول الأمة النهاردة محتاجة تسمع كلام ربنا. إلى الربانيين، إلى أهل العلم والدين، إلى الربانيين، إلى عباد الله الصالحين، إلى الربانيين الذين يريدون الله والدار الآخرة. اسمعوا نصيحة الرجل الصالح، وقال الذي آمن يا قومي يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قومي يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الصراع على السلطة والصراع على الحكم والصراع على الدنيا. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. مش دي الدعوة، مش هي دي الدعوة. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله. بكرة نقف أنا وإنتو قدام ربنا يفصل بيننا وهو خير الفاصلين، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. بكرة أفكركم، بكرة أفكركم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إخوتي أنا أحبكم في الله. في مدارج السالكين نحن في منزلة العزم. قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله. العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها. العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها، وهو على ثلاث درجات
الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة. القلب الأبي الذي اعتز بالله، القلب الأبي الذي اعتز بالحق الذي عرفه. هيجي معانا دلوقتي حالا في قول التواضع، في التواضع قال في منزلة التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق. الدرجة الأولى من التواضع التواضع للدين، ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يحاكم في الدين دليلا، ولا يرى إلى خلاف الحق سبيلا. إزاي؟ قال ولا يصح له ذلك، ولا يصح له ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في التسليم للحق. النجاة في التسليم للحق والاستسلام للحق وعدم التلون على الحق وعدم الالتفاف حول الحق، عدم الالتفاف يعني أنه يلف ويدور عليه، وإنما أن يستسلم للحق. لذلك أيها الإخوة بنقول إنه إباء القلب أن يخالف العلم، إن القلب يأبى إنه يخالف العلم اللي عنده، عنده علم تعلمه، علم الحق أقام عليه أدلة الحق وشواهد الحق، ففي الحالة دي قلبه ما يطوعوش إن يخالف الحق اللي عنده ده، ما قدرش. إزاي؟ حتى لو حب يعملها قلبه ما يطوعوش، ما يقدرش يعملها. تعالوا أنا عايز الكلام ده ما يكونش كلامي للدعاء للعلماء للمشايخ، لا 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 لا، أنا بكلم الغلابة، الغلابة اللي زي حالاتي، الناس الطيبين اللي قاعدين بيشوفوني ويسمعوني دلوقتي. أنا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. تعالوا نجيب القصة من الأول كده بالراحة. أن العبد، ده كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، منذ استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه. من ساعة الواحد ما وقع من بطن أمه على الأرض دي وهو ماشي، إنا لله وإنا إليه راجعون، راجع لربنا. هو جه مشوار طويل من ساعة ربنا ما خلقه في ظهر، في خلق سيدنا آدم ووضع نسمته في ظهر أبيه آدم، عمال ينتقل من ظهور الآباء إلى أرحام الأمهات، وفي أرحام الأمهات ينتقل إلى ظهور الآباء، وينزل في ظهور الآباء بعد كده ينتقل إلى أرحام الأمهات، وهكذا لحد ما وقعت على الأرض. جاي المسافة دي كلها هترجعها كلها تاني لربنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أمال تجري لحد ما تقابل ربنا. هي دي يومئذ يصدر الناس، الصدور الرجوع، يبقى كل ده نسميه رحلة الرجوع إلى الله، راجع لربنا. مدة سفره هي عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل. الكلام ده كان معروف زمان لما كانت، وحتى معروف دلوقتي، ممكن دلوقتي السفر في الصحراء وعلى الدواب، فكانوا بيعملوها مراحل. المرحلة الأولى مثلا من المدينة إلى رابغ مثلا، أو من مكة إلى رابغ الأقرب كده، دي مرحلة. المرحلة الثانية كان كل المسافر يقطع مرحلة ويستريح،
ويقطع المرحلة الثانية ويستريح وهكذا، واخذ الطريق مراحل زي اللي مسافر ترانزيت، معلش بلغة عصرنا يعني، مسافر بلد بعيدة جدا فبينزل في الطريق مرتين ثلاثة في مطارات، هي دي مراحل، مراحل السفر. فكذلك الإنسان في رحلة سفره إلى الله كل يوم وليلة مرحلة مشيها لربنا سبحانه وتعالى. فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. وإحنا بنقسمها إلى مراحل قصيرة، لأن كل ما تقسم الشيء إلى أجزاء صغيرة كلما زاد الانتفاع منه. وضربنا المثال قبل كده كتير إن وقتك عشان تستفيد منه قسمه إلى أجزاء صغيرة. الأجزاء الصغيرة دي إيه؟ مثلا في الوقت يعني قلنا إن قسم، قلت قبل كده اعمل ورقة 96 خانة، كل خانة ربع ساعة، وحط شغلك كل ربع ساعة هتعمل إيه. قلنا إن الحديد لما يتقطع قطع كبيرة زي قضبان القطارات يبقى رخيص، لكن ما يتقطع قطع صغيرة زي تتعمل بيه ساعات تبقى غالي، يبقى غالي جدا. الحتة الحديد دي بقت غالية جدا، غالية تمنها أدى 8-15 متر في قضيب القطار مثلا، مثلا يعني. فلذلك بنقول إن احنا قسمنا الرحلة دي إلى الله إلى قطع، إلى مسافات صغيرة، يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة، عشان يبقى عمرك غالي غالي، لأنك بتشتري بيه الجنة. لا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن، الراجل بقى الـ الـ العاقل، الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه. يبقى هيعمل كل يوم وليلة مرحلة، كل يوم وليلة قدام عينيه كأن هي دي المرحلة الوحيدة، بعد يوم وليلة هيموت ويدخل على ربنا. هو الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما. والله كده ساعة ما يعدي يوم وليلة الحمد لله يا رب أدم علي سترك، نعمتك وعافيتك وسترك، عدى اليوم وليلة، ويحط اليوم وليلة اللي بعده قدام عينيه، يا رب استر يا رب استر. سفيان قال كده، مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة، يقول يا رب يا رب، كل يوم وليلة يا رب سلم، يا رب عافني، يا رب عدي اليوم وليلة دول على خير. ساعة ما يعدوا الحمد لله، ويشوف اليوم وليلة اللي بعديهم، يوم وليلة بيوم وليلة. فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد الغفلة، فيقسو قلبه ويمتد أمله، ويحضر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل. الشيطان من أعماله اللي ربنا مكنه منها، ربنا قال له إيه؟ وعدهم، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هم دول الناس اللي بيقول الدنيا واسعة، لسه بدري، قدامي كتير. دي وعود الشيطان بالتسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة. وماشي ربنا يعتبر ان اليوم وليلة دول هم عمره، اخر الليل هيلاقي نفسه في القبر، فيجتهد في قطعها بخير ما في حضرته. بقول له انت تقدر النهاردة تقرا 5 اجزاء؟ ما قريتش ليه؟ قل لا، ما انا خليها واحدة واحدة، اقرأ نص جزء وبعدين جزء وبعدين جزئين. الكلام ده جميل، بس انا النهاردة عندي وقت اقرأ 5،
أقول لا أنا في مرحلة النص، ما تقرأ الخمسة وبكرة إذا ما كانش فيه وقت اقرأ النص اللي أنت ثابت عليه. هي كده، فيجتهد في قطعها بخير ما في حضرته. أقدر النهاردة أصوم، ممكن بكرة ما تقدرش تصوم. اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب، ما تصوم، صوم. فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل. إذا أنت تيقنت سرعة انقضاء الدنيا دي، الدنيا هتعدي وهتخلص وهنقابل ربنا. فاجتهد ان انت تهون على نفسك العمل، زي الامام احمد لما قالوا له نأتيك بنعلين خيرا من هاتين، قال يا بني انما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل. خليها تعدي، سهل على نفسك كده، صوم يوم، اقرا جزئين، استغفر لك ألف، قم ليلة 100 ركعة، تصدق لك بقرشين، اجتهد في حج وعمرة، اعمل خير. ولما تلاقي نفسك تعبان ومش قادر، نفسك تقول لك مش قادر عايز ارتاح شوية، قول هي كلها يومين ونرتاح في الجنة إن شاء الله. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. اتعب اتعب ليوم معادك الأدنى، خلاص قربت. عشان كده بيقول إيه هنا؟ بيقول إيه؟ فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود. النفس دي نفسي أعيد تاني الحلقات بتاع زمان اللي اسمها سياسة النفس، إزاي نسايس نفسنا ونطوعها أنها تمشي معانا بحيث تبقى النفس لينة منقادة. يا ناس يا مسلمين يا عباد الله، احذروا نفوسكم الأمارة. يا ناس يا مسلمين يا عباد الله، احذروا الشيطان المزين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. اوعى نفسك الشيطان يزين لك العمل ونفسك توافق لموافقة هذا التزيين لهواها. انتبه، حواليك أعداء كتير، منهم نفسك، نفسك التي هي تحب الشهوات، نفسك اللي عايز الدنيا والشهرة، نفسك اللي عايزة انك تبقى انسان مهم ولك دور ولك وجود ولك قيمة، نفسك اللي عايزة الملذات الدنيا وشهواتها. احذر نفسك، نفسك دي لو روضت ولينت وزكت، اذا زكت النفس و تاقت إلى الله والجنة، تاقت إلى الآخرة، فإنها تعزف عن الدنيا، تعزف عن الدنيا وتلتفت تفهم يعني إيه قول ذلك المؤمن، مؤمن آل فرعون كما ذكر ربنا جل جلاله عنه، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود.
فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره تاني يوم استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها. كل يوم وليلة يطلع يقول أيوة هو ده، النهاردة هنخلص، هموت وادخل الجنة وارتاح من الدنيا واللي فيه يا رب. لقى نفسه لسه عايش، قال كده أحبهما إلي أحبهما إليه، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحياني أديني عايش بعبده، توفاني هذا غاية المراد من رب العباد. بس فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. خلص الدنيا ودخل على الآخرة وانتهينا وخلص الموضوع وارتاح ودخلنا على الجنة يا رب. طيب الماشي ده بقى يمشي ازاي؟ ابن القيم يقول السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد. احنا ماشيين بقى قلنا ليل كل يوم وليلة مرحلة، كل يوم وليلة مرحلة، كل يوم وليلة مرحلة، ماشيين احنا ماشيين. وقلنا قبل كده كتير لازم تبقى حافظها دي، أن السائر إلى الله الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، يبقى لازم تحضر قلبك. ماشي ربنا بقلبك، السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد. أي حد ماشي لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. أنا ماشي، واحد عايز يسافر إلى مكة لازم له حاجتين، يبقى عارف الطريق، اتنين ان هو يبقى يمشي فعلا عشان يوصل، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. قوة علمية الأول، علم، هو ده بقى الكلام اللي احنا هنتكلم النهاردة، إيباء القلب أن يخالف العلم، إن العلم ده إن القوة العلمية بيقول إيه، فالقوة العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والأشواك وغيرهما، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها. فيكشف له النور الأمرين معا، أعلام الطريق ومعاطب الطريق. كلام زي الفل. خليني بس عشان أقول أتكلم عن طريق أعرفه. واحد مسافر من القاهرة رايح الإسكندرية ماشي على الطريق الزراعي، لازم يبقى عارف الطريق،
لازم يبقى عارف وفاهم الطريق ده ماشي ازاي، انه لازم اعرف اعلام الطريق. شافه وهو ماشي في الطريق نمره واحد، اول حاجة قابلته بعد ما خرج من القاهرة كوبري اليوب، بعد كده لا كوبري قها، وبعد كده لقى طوخ، وبعد كده لقى بنها. انا كده ماشي صح، عارف السكة دي ماشية ازاي واحدة واحدة، انا ماشي صح. دي اسمها اعلام الطريق. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. وأنا ماشي على الطريق شايف قدامي كذا وكذا وكذا، أنا كده ماشي صح. عشان كده بنقول في طريق، في الطريق إلى الله معالم، معالم صوى جمع صوى، وهي الحجر العظيم التي تحدد الطريق وتبينه. شايف أنا معلم في الطريق إلى الله؟ مثلا أول حاجة في الطريق هتقابلك وانت ماشي الأنس بالله. إذا لقيت الأنس ودقته يبقى أنت ماشي، ما لقيتوش ودقتوش يبقى أنت يا ماشي غلط يا ما مشيتش أصلا قاعد. هي دي بقى إن العلم هيعرفك الطريق ده ماشي إزاي، إيه أول معلم هيقابلك والتاني والتالت والرابع والخامس. منازل الطريق اللي احنا بنقول عليها دي منازل السائرين إلى الله، اللي ما حسهاش وما عرفهاش، اللي ما يعرفهاش ما حسهاش، يبقى حاجة من اتنين، يا ماشي غلط يا ما مشيش. احنا بنقول ايه؟ بس هو بيقول انا حاسس ان انا ماشي لربنا، وانا الجو رائع جدا ولذة متناهية. ممكن اللذة دي تبقى غلط. ابن القيم قال كده برضو في كتاب طريق الهجرتين كلام عجيب جدا، قال وقد يستلذ الانسان بما هو غير جميل أو ملذ. أحيانا تجد بعض الناس يعني هم اللي بيعملوا الفواحش دي مش بيستلذوا بها، وهي مش ملذة أصلا، بس هو جاهل. معلش، ما هو اللي ما دقش يقول عدس ما يعرفش، ما دقش لذة السجود، ما دقش لذة التسبيح، ما دقش لذة القنوت، ما دقش لذة الأنس، ما دقش لذة الشوق. فعشان كده لما بيدوق حاجة من الحاجات التانية دي بيفكر انها لذة، دي مش لذة. ثم قلت قبل كده ان ممكن الواحد وماشي في الطريق يجفو او يجف الطريق عليه في مناطق في الطريق. كنت لسه بكتب الرسالة، جات ولا لسه؟ إن في أوقات العصيبة في الحياة، في أوقات المحن، مناطق عمياء لا ترى فيها خيرة الله بجلاء. في المحن زي المحن اللي احنا فيها دي، في مناطق عامية الانسان يقف كده يقول اعمل ايه، اقول ايه. فزي ما قلنا في اول الفتنة خالص، في الاول خالص قلنا كلمة سيدنا سعد بن ابي وقاص لما قال ايه، انما مثلي ومثلكم كمثلي قوم كانوا يسيرون في طريق فأظلتهم سحابة سوداء، فمن قائل نأخذها كذا ومن قائل نأخذها كذا، أما نحن فقلنا نقف حتى تنكشف، فإذا انكشفت كنا على العهد الأول، على الطريق الأول اللي هو سيدنا النبي قال فيه بالحرف الواحد كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خلينا واقفين على ما كان عليه رسول الله وأصحابه لحد ما إيه، ما تنكشف. إذا انكشفت لقتنا واقفين عليها نكمل، ما انكشفتش أدي إحنا واقفين، أنا مستني فرج ربنا. في المحن مناطق عمياء
لا ترى فيها خيرة الله بجلاء، فالموفقون يعتصمون. يعتصم فين؟ على طريق الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعتصم فين؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هو ده الاعتصام الصحيح. وسيبك من الكلام التاني، الشاهد ان الطريق لربنا في ها قول منارات واعلام على الطريق، وانت ماشي كده تشوفها تقول الحمد لله انا صح. تسمع فتوكل على الله انك على الحق المبين الواضح. ما عنديش غبش في الرؤية، فيش ضبابية في الرؤية، الحق الايه المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى الشمس وقال له ايه؟ على مثل هذه فاشهد. كده تركتكم على بيضاء نقية كالشمس، واضحة. تركتكم على الواضحة. ما اقدرش اشتغل في غبش، ما قدرش اتحرك في ضباب، مش همشي الا صح وبمنتهى الوضوح كالشمس والصراحة. فالشاهد ان الصراحة والنور دي مش بس يا جماعة، مش بس العلم الشرعي. قال الله وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. مش بس العلم الشرعي ده، احنا محتاجين مع العلم الشرعي توفيق الله وتسديده وإعانته جل جلاله. وإلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخره. القضية مش قضية اوعى تغتر بما عندك من العلم فتضل وتزل وتضل. تحتاج قبل كل شيء توفيق الله وتسديده وإعانته. فالشاهد ان العلم نور في ايده بيبين له معالم الطريق، وانا ماشي على الطريق كده ابقى شايف انا رايح فين ماشي صح. زي ما قلنا كده ممكن قد يجف الطريق، وانا ماشي في الطريق الاقي في جفاف، في حتت كده جافه وناشفه جدا، وابقى روحي هتطلع ومخنوق، فالاقي جنبي طريق جميل ورائع ومريح امشي فيه. انت حر امشي فيه، بس مش هتوصل. يبقى كده تهت عن الطريق، ضللت عن الطريق. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذن وما انا من المهتدين. عشان كده مش كل الطرق موصله، هو الطريق الموصل واحد. وان هذا اشاره القريب، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيكشف له النور عن طريق، عن امرين: اعلام الطريق، اثنين معاطب الطريق. المشكله الكبيره ان الطريق ده فيه معاطب، فيه اخطار. قال الله وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. ثم عموا وصموا. يا ناس خلي بالكم الطريق ده فيه فتن. يقولوا لا 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 ده الطريق ده كويس، الامور سهله وبسيطه، فتن ايه وبتاع ايه ده. عموا عن الفتن وصموا عن سماع التحذير ثم تاب الله عليهم. ربنا نجاهم من الفتنه وعافاهم.
ثم عموا وصموا كثير منهم. تاني عموا وصموا. فلذلك يا إخوة بنقول إيه؟ إن اللي عنده بقى العلم والبصيرة، المشكلة الكبيرة في موضوع البصيرة إن في حاجة اسمها عور البصيرة. عور البصيرة إنه يبقى شايف بعين واحدة، فاللي شايف بعين واحدة شايف اتجاه واحد، اللي اسمهم النهاردة أحادي النظرة، بيبص للأشياء كلها بعين واحدة، بيشوف الحاجات كلها من اتجاه واحد، ده عور البصيرة. في ناس عندهم حول البصيرة، بيشوف الموضوع يجيله يقوم يشوفه كده بالعكس. في ناس عندهم عشاء البصيرة، الرؤية ضبابية مش واضحة، مش هو مش شايفها كويس، شايفها طشاش عشاء إلى آخره، لحد عمى البصيرة بقى ده اللي مش شايف خالص. فعشان كده تمام البصيرة في الكتاب والسنة هي هداية الله للحق. دي بقى بتيجي بس بالصدق مع الله. الصدق ده مرآة عظيمة في يده يرى بها الحق والباطل. الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ إن العلم، القوة العلمية نور يبين له أعلام الطريق ويبين له معاطب الطريق. الطريق ده فيه فتن، فيه زلات ومزالق. وأنا قلت امبارح أو امبارح في خطبة الجمعة، يا ناس انتبهوا، انتبهوا وقرأوا التاريخ واتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، واهتموا جدا بقراءة تاريخ الإسلام، تاريخ علماء الإسلام، تاريخ خلفاء الإسلام، تاريخ دول الإسلام. لازم نقرأ التاريخ عشان نشوف اللي احنا عايشين فيه ده. قال الله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالأيام تكرر تتكرر، الحوادث تتكرر، وإذا ما خدناش عظة وعبرة واستفدنا من اللي فات هنقع وهنبقى عظة وعبرة للي بعدنا. فبالقوة العملية يكتشف حاجتين، القوة العلمية يكتشف حاجتين: أعلام الطريق ومعاطب الطريق. أعلام الطريق يبقى عارف ماشي صح، ما يحولش يمين وشمال. لو ما لقاش المعلم اللي في المنطقة دي يبقى لا أقف، أنا كده تهت وغلط. اتنين، يعرف معاطب الطريق، إن جاي هنا مطب خلي بالك، ممكن يكسر المقص، ممكن يخرم الكارتيرة فالزيت يقع العربية تولع، ممكن خلي بالك من مطبات الطريق، خلي بالك في هنا كمين، في عدو، خلي بالك. اللهم نجينا، اللهم نجينا، اللهم نجينا. عشان كده قلنا بقى ايه؟ اعتصم، اعتصم بالله وحده. قالوا الاعتصام الهداية الى الطريق والحماية في الطريق. الاعتصام ثلاث حاجات: الهداية الى الطريق، والهداية في الطريق، والحماية في الطريق. انك تهدى للطريق اصلا المستقيم الى الله. نمرة اتنين، ان تهدى اثناء الطريق. ما انا اخدت الطريق من الاول واجيته اثناء الطريق، يا ما ناس تاهوا اثناء الطريق، لازم هداية اثناء الطريق. تلاتة، ان يحميك الله. وقلنا الحماية انواع كتيرة، منها حماية الصرف، ان ربنا يصرف عنك الفتن والاذى. دي القوة العلمية. اتنين، القوة العملية. القوة العملية اللي هي ايه؟ حقيقة السير. يا ما ناس برضو عندهم قوة علمية، عارف الطريق وعارف كل حاجة وفاهم، بس ما بيمشيش، ما بيعملش بالعلم ده. فالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية. فإن السير عمل المسافر،
وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها. احنا قلنا أعلام الطريق بقى لما تحس بالأنس بالله، تحس الشوق إلى الله، تحس بالحب محبة الله، تحس بالطمأنينة الإخبات. دي معالم في الطريق، معالم في الطريق، لذة العبادة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الخلوة والأنس بالله. المعاني دي معالم على الطريق، اللي ماشي لازم يدوها، ما دقهاش يبقى ما مشيش، ما يعرفش. وفي نفس الوقت يبصر السائر، هيبدأ يشوف ايه فتنة جات هنا، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الشهرة، فتنة النوم، فتنة الظهور، فتنة الأتباع وكثرتهم وقلتهم، فتنة الفتن دي عمالة تعدي عليه واحدة ورا التانية، ويشوفها زي سيدنا كعب بن مالك لما جاله الجواب من مالك غسان، قال وهذا من البلاء، فتيممت التنورة فسجرته. عارف معاثر الطريق ومعاطب الطريق، عارف، عشان كده اتخلص منها ما وقعش فيها. كذلك السائر إلى ربي إذا أبصر الطريق وأعلامها، وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه، هاتلي عصايا، وينطلق، أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق، قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. فكلما قطع مرحلة، احنا قلنا اليوم والليلة مرحلة، استعد لقطع مرحلة أخرى، استعد لقطع الأخرى. استفاد بقى، بنقول عليها الخبرة التراكمية، بتتراكم عنده الخبرة، خبرة ايه؟ خبرة المعالم وخبرة المعاثر. فيبقى تاني يوم هو وقع النهاردة، لا بكرة بقى خلي بالك عشان في الطريق حتة هي اوعى تقع فيها، خلي بالك في معلم اهو اوعى يفوتك، اوعى تسيبه. استعد لقطع الاخرى، فكلما قطع مرحلة بعد مرحلة استشعر القرب من المنزل. يا رب، فهانت عليه مشقة السفر. 42، 43، ها 55، كفاية كده. يستشعر بقى خلاص، قربنا، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يبقى هانت وقليل من يكملها. الشاهد، لكن هتقابله مشكلة، هتقابله مشكلة في الطريق اللي بيشكو منها بعض الناس ويسميها الملل، وخصوصا ان الانتظار عذاب. واحد زي حالاتي بقاله يجي 10-12 سنة بيقول هموت بقى خلاص، انا قربت اموت، قربت وما قربتش. فيحصل ايه بقى؟ يحصل الكلل من كتر السفر. يعمل ايه؟ يقول ابن القيم بقى، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي. خلاص يا حجها النفسه يعني هانت، شد هيدك شوية، احنا هنيجي على الاخر بقى. زي ما قلت كده، ايام ابويا الله يرحمه لما تعب في المستشفى، وامي برضه في اخر ايام حياتها، اوعى جنبي هنا، والاخوة اطلع على الدروس والخطة، انت هتعمل، انت هتقعد جنبيهم؟ قالوا يا جماعة الواحد ما يفضلش بار بيهم طول حياتهم، ويجي بقى في اخر اللحظات وعقهم، يعني يموت وهو مش راضي، ما تخلينا نكمل، ده فاضل ايه. اما في نفس الشيء كده الواحد عمال يقول لنفسه، يعني التعب ده كله تيجي في الاخر بقى هتنام، كمل. طب ما انا مش قادر، فيش حاجة اسمها مش قادر، شد. طب ما هو الصحة مش مساعدة، والجهد والطاقة برضو
اتأثرت بالكبر السن، ما فيش حاجة اسمها كده يشتغل. طب ازاي؟ شوف سيدنا النبي كانت غزواته امتى؟ بعد 55، مش كده؟ مش هو سافر هاجر من مكة للمدينة وعنده 53 سنة؟ فأول غزوة 55 سنة صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر، وكان بينط جوه الدرع. يا عم ده سيدنا النبي بورك له في صحته. طب ما تتبعه وانت يبارك في صحتك انت كمان. كلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، قربنا نقابل ربنا، شد حيلك، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت السير وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها لساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجة تلك الساعة. يقول لنفسه ها سد حيلك، ده احنا مجرد ما هنوصل بقى هنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لا 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 ده احنا نشوف سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى. شد حيلك هنقابل الحبايب كلهم كلهم. شد حيلك شوية، وكل دول كل ما تقابلي حد هتتلقي بالتحف والإكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة. الشجاعة صبر ساعة، اصبر. فالله الله لا تنقطعي في المفازة. احنا في صحراء الدنيا. الله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. الله الله يا نفس لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت نفسه، استصعبت عليه خلاص حرنت، فليذكرها ما أمامها من أحبابها. قدامك سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها، وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها. هترجعي يا نفس لأبو جهل وأبو لهب وكل المجرمين والظلمة والفسقة والفجر والكفار، هترجعي لورا؟ دول اللي وراك. قدامك سيدنا النبي وأصحابه والصالحين، وراكي أعدائك الفسقة والفجر والكفار والمجرمين. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها، فإنهم وراءها في الطلب، ولها لو وقفنا هيلحقونا. الشيطان عمال يجري وراكي، والنفس الشهوات بتجري وراكي، والاعداء من الفسقه والظلمه بيحصروكي، الكل عايز يضلك. امسي، انطلق لقدام، ما تقفش، ما تتراجعش،
ما تتنازلش، ما تفرطش، ما تضيعش، ما تضيعش كل اللي انت عملته. خسارة، خسارة جهد السنين وتعب السنين يضيع في لحظة كسل وبطالة، في لحظة أماني وشهوات، في لحظة هوى وضعف. فإذا رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لها من قسم من هذه الثلاثة، هي حاجة من ثلاثة: يا تتقدم توصل لأحبابك، يا ترجع توصل لأعدائك، يا تقف هيلحقوك ويرجعوك ويضلوك. حلك الوحيد إنك تنطلق. انطلق إذن، انطلق إلى الأمام ولا تتراجع ولا تتردد. ابن القيم يقول إيه؟ وليجعل حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقها. قراءة في سير الصالحين، زي ما قلنا كده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاديك بقى كلام سيدنا النبي. أحيانا الواحد كده بيفتح القناة بتاعت المدينة، قراءة أحاديث أحاديث، وتقعد تسمع كده كلام سيدنا النبي. الله، مش تحب تسمع كلام حبيبك؟ افتح البخاري كده، ولا افتح رياض الصالحين، ودي لابنك ولا لمراتك، اقرونا شوية كلام من كلام سيدنا النبي، حاجة تفرح القلب وتسعد القلب. يجعل كلام الأحب حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقها. حادي يحدوها من قدام يمشيها، سائق لسوقها من ورا، يعني بالترغيب والترهيب. حاديها كلام قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. خلي كلام سيدنا النبي كده هو اللي يحدوك ويمشيك ويقودك. لن ينجي أحدكم عمله، قال ولا أنت قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. خلي الكلام ده هو اللي يسوقك، هو اللي ينشطك. كلام سيدنا النبي وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أتباع التابعين وأحوالهم. أما تقرأ أن سيدنا النبي قام حتى تورمت قدماه، سجد حتى ظن أنه قبض، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، إلى آخره، صام حتى قيل لا يفطر. أعمالهم وأحوالهم تبقى هي اللي بتقودك مش هواك. أن يجعل حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها. الميزة في الطريق اللي أنا بوصفه لك إن مشيه ناس قبليك، هم مشيوه وقالوا لك اللي فيه. سيدنا النبي مشي الطريق ده إلى آخره، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد ما مات صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وقال لك كل معاه كل أعلام الطريق وكل معاسر الطريق وهذا الطريق، قال لك عليها. بس ينقصك العلم والفهم، إنك تفهم كلام سيدنا النبي. وليجعل نور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. نقطة مهمة أنا عايز أختم، بس خلوني أخلص الصفحة دي يا عم طارق الله يرحمك. قال إيه؟ ولا يوحشهم فراده في طريق سفره، ولا يوحشه انفراده في طريق سفره. وانت ماشي هتقولي معقولة كل الناس دي غلط وانا اللي صح، هو الطريق ده كده؟ قال الله
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هو الطريق ده كده. ربنا قال إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم، قال الله وقليل من عبادي الشكور. الشاهد إيه؟ إن هو الطريق ده كده، قلة ندرة من الناس اللي ماشية صح على طول، أكثر الناس شوية كده وشوية كده. خليك أنت لا يوحشك انفرادك في طريق سفرك ولا تغتر بكثرة المنقطعين. ما تقولش طب ما فلان رجع وفلان لف وفلان دور وفلان راح وفلان غلط وفلان وقع وفلان بيقول وفلان عمل وفلان، مالكش دعوة بفلان. خليك انت ماشي اثبت على الحق. ولا يحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فآل انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم. لما تنقطع انت اللي هتتعذب، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم. فما معنى الانشغال بهم والانقطاع دونهم والانقطاع معهم؟ واعلم أن هذه الوحشة لا تدوم. هتحس بالوحشة دي شوية، وما تمشي شوية هتروح الوحشة، هتروح. واعلم هذه الوحشة، أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق. فسوف تبدو لك الخيام ويخرج إليك الملتقون يهنئونك بسلامة الوصول، يهنئونك بالسلامة والوصول إليهم. فيا قرة عينك إذ ذاك يوم تقول حال الوصول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا تستوحش بالانفراد، ولا تستوحش أيضا حاجة كمان أخيرة آخر سطرين نختم بيهم، ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير. أحيانا زي ما قلت لكم كده ألاقي نفسي تقيل، مش قادر، مش قادر، طب تعبان، مش طايق، خلاص تعبت. امتى بقى هنوصل؟ ما تقلقش، ما يقلقكش الكلام ده، امشي، اضغط على نفسك، اقهر نفسك، اكره نفسك على السير. فكلما ادمن السير وواظب عليه بدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة. التقل ده هيخف، بس إذا أدمنت السير امشي الصبح وبالليل، امشي امشي ما تقفش، امشي 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 امشي، انطلق ما تقفش، إياك تقف، كمل 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 كمل، أثبت 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 أثبت، اضغط على نفسك وامشي امشي شبر يتقرب إليك ذراعا، انطلق يهرول إليك، امشي. كلما أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة وأدرانه طهارة. الوصية هذه الجادة، فأين السالكون؟ انطلق امشي لربنا وما تترددش وما تلتفتش،
وما ترجعش وما توقفش. استعن بالله يكن الله في عونك، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. دروس العلم زاد.